أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في بعض الوعاظ الذين يكون كل حديثهم عن النار وعذابها واستحقاق الناس لدخولهم فيها بسبب ذنوبهم وقلة أعمالهم، ولا يتحدثون عن الجنة وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين؟ الواعظ ينوع الموعظة، ينوعها، يأتي بالداعية ينوع الدعوة إلى الله، ينوعها، يأتي بالوعظ والتذكير، ويأتي بعلم العقيدة والتوحيد، ويأتي ببيان الأحكام الشرعية من حلال وحرام، ينوع، ما يبتل على شيء واحد أو نوع واحد. نعم. وأيضا هذا يكون بحسب الحاضرين، حاجة الناس وحاجة الحاضرين، فإن رأى منهم حاجة إلى تعليم الأحكام الشرعية يبينها لهم من الحلال والحرام، إن كان عندهم شيء في التوحيد أو شيء يخل بالعقيدة فإنه يذكرهم بذلك ويبينه لهم، إذا رأى منهم تساهلا بالذنوب والمعاصي يأتي بالمواعظ والتذكير بالله عز وجل.